إذا كنت من محبي مشاجرات لاعبي كرة القدم فشاهد هذا الفيديو. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. بالطبع هناك بعض الأشخاص في العالم يعشقون المشاجرات، خصوصا التي تحدث بين لاعبي كرة القدم، وبالطبع لا تخلو أي مباراة من الأخطاء والتدافع بين اللاعبين، وذلك بسبب روح المنافسة القوية بينهم بالطبع. لذا إذا كنت من محبي مشاجرات لاعبي كرة القدم فشاهد هذا الفيديو. لنبدأ. اللاعب ألكسندر أرنولد يعتدي هنا على حارس مرمى مانشستر سيتي بهذه الطريقة لأنه لم يأخذ الكرة بسرعة. مناوشات وقتال بين لويس سواريز ولاعب تشيلسي بعد إمساك بين الطرفين. جامع الكرة هنا يضرب الكرة بوجه لاعب روما بهذه الطريقة، فشاهد الأخير رفض أن يأخذ الكرة منه، فقام الحكم بإعطائه الكرت الأصفر قبل أن يبعد لاعب أتلتيكو مدريد الكرة عن خط التماس. شاهد كيف تم الدوس على قدمه من قبل لاعب الخصم بهذه الطريقة. هذا الحارس قرر أن يعرقل لاعب الخصم والذي أخذ انفراد بهذا الشكل كما تابع. هذه الفعلة تلقى عليها الكرت الأحمر بالطبع. كاسيميرو هنا يوقع لاعب أتلتيكو مدريد وما زال يقوم بضربه ليخطف الكرة منه وهو واقع على الأرض. جاريث بيل هنا يقفز في الهواء ويضرب لاعب المنتخب بكل قوة كما ترى. مناوشات بين هذين الفريقين بدأت بتدخل هذا المدافع على لاعب النجم الأحمر وضربه بهذه الطريقة، فتلقى البطاقة الحمراء من حكم المباراة، وهنا المدرب منزعج للغاية، فقام مباشرة الحكم بإعطائه الكرت الأحمر بسبب تدخله. وبعد ذلك قام هذا اللاعب بهذه الطريقة بقول ألفاظ عنصرية لهذا اللاعب الأسود، ما أدى إلى حدوث مناوشات داخل الملعب. لاعب بايرن ميونخ يقوم بالتعدي على لاعب الخصم بهذه الطريقة القوية والدوس على قدمه. شاهد الحكم كيف أعطاه الكرت الأحمر. وقع هذا اللاعب أرضا، فقام اللاعبون بمحاولة أخذ الكرة منه بل وضربه وهو واقع أرضا كما تشاهدون. تدخل قوي على لاعب المنتخب الإسباني بهذه الطريقة وجعله يطير في الهواء. التحام عند خط التماس بين هذا اللاعب الذي حاول إبعاد الكرة والآخر الذي حاول إخراجها. كرت أحمر بعد التدخل في وسط الملعب من لاعب منتخب النرويج على لاعب منتخب البرتغال بهذا الشكل. لاعب المنتخب النرويجي يتدخل هنا وبقوة على لاعب المنتخب التركي، فأدى ذلك أن أخذ الكرت الأحمر من حكم المباراة. قفز هذا اللاعب بقوة ومد قدمه لترتطم بوجه الحارس الذي حاول الإمساك بالكرة وتلقى الكرت الأحمر، فيمكنكم أن تشاهدوا الإصابات على وجه حارس المرمى وكم أن الضربة قوية. هذا المدافع بعجوبة قام بإخراج الكرة من أمام رأس هذا المهاجم، فشاهد الأخير كيف مثل أنه ضرب على رأسه. تدخل قوي من هذا اللاعب جعل خصمه يطير في الهواء ويتقلب من الألم، وبعد ذلك حدثت مشكلة ومناوشات بين اللاعبين وتدافع بهذا الشكل، فيمكنكم أن تشاهدوا الحكم كيف يقف ويحاول حفظ اللاعبين الذين يحاولون افتعال المشاكل. وبعد الانتهاء من المشكلة أخذ الحكم يوزع البطاقات الصفراء على اللاعبين. تدخل قوي من لاعب المنتخب الألماني على لاعب منتخب هولندا، والأخير لم يكترث، ما أدى إلى حدوث مشكلة بينهم كما تشاهد. قام هذا اللاعب بإرجاع الكرة كما ترون، فقام خصمه من الخلف بالتعدي عليه، فأتى الحكم لإعطائه الكرت الأصفر بسبب هذا التعدي الغير شرعي.
هنا مناوشات افتعلها مدرب بورتو كما تشاهدون، ما أدى أن قام الحكم بإعطائه الكرت الأحمر على هذه المناوشات التي يقوم بها داخل الملعب. هنا لاعب مان يونايتد وخصمه يتبادلان المسبات على بعضهم البعض. تسديدة قوية من اللاعب دي بروين فالتقطها الحارس بأعجوبة، فشاهد ستيرلينغ والذي قام بالدوس على يد حارس المرمى بهذا الشكل. تدخل قوي على هذا اللاعب لمحاولة أخذ الكرة منه، فشاهد كيف قام اللاعب بالدوس على قدم خصمه ما استحق عليها الكرت الأحمر. شاهدوا هذه المناوشات بين لاعب روما وأياكس أمستردام لأنه رفض بعد تسجيل الهدف إعطاءهم الكرة بهذا الشكل. هنا الحكم يعلن خطأ بسبب أن أرنولد ضرب فينيسيوس على وجهه، وهنا أرنولد لم يعجبه القرار فقام بالصراخ على الحكم بهذه الطريقة القوية. انظروا كيف تحصل على الكرت الأصفر. تدخل من الخلف من لاعب توتنهام على برونو فرنانديز، فقام الأخير بإيقاعه بهذه الطريقة، وهنا يشتكي اللاعبون لحكم المباراة. نيمار هنا أوقعه اللاعب فقام بإيقاعه وأخذ الكرة منه عند التماس وقلبه أرضا، فشاهدوا كيف أخذ يمثل أنه يتألم، فقام الحكم بإعطائه الكرت الأحمر على هذا التمثيل، وهنا يمكنكم أن تشاهدوا ردة فعل اللاعب على هذا الأمر. لاعب تشيلسي يوقع لاعب كريستال بالاس، فأدى الأمر إلى مناوشات وضرب خفيف بينهما. شاهدوا كيف تدخل لاعب الخصم على لاعب مانشستر سيتي بهذه الطريقة القوية. شاهدوا لاعب المنتخب الإيطالي كيف قام بإمساك مينغيزا بهذه الطريقة وحاول إيقاعه أرضا، وهنا حدثت مناوشات بينهم كما تشاهدون، ما أدى إلى أن اللاعبين كلهم تدخلوا لحل الأمر. لاعب أتلتيكو مدريد بمرفقه يضرب لاعب تشيلسي بهذا الشكل على بطنه، ما أدى إلى سقوط الأخير أرضا كما تشاهدون. ويبدو أنه بعد العودة إلى الفار تلقى الكرت الأحمر من حكم المباراة. تدخل قوي على مشارف التماس من هذا اللاعب على لاعب لاتزيو، ما أدى إلى أن قام اللاعبون الآخرين بمحاولة لضربه، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف قام لاعب لاتزيو بدفع هذا الأخير أرضا بهذا الشكل الذي تشاهدونه. هنا لاعب بلد الوليد يتدخل على ديمبلي بقوة، ما أدى إلى إسقاطه أرضا كما ترون، وترقى الكرت الأحمر على إثر ذلك. دفع قوي من كيميتش على نيمار في وسط الملعب كما تشاهدون. لاعب مان يونايتد في محاولة للإفلات من سون هيونغ ضربه على وجهه لكمة قوية. هنا لاعب المنتخب الإنجليزي جونز يحاول أن يضرب لاعبي المنتخب الكرواتي بعد تأهلهم إلى الأمم الأوروبية. يمكنكم أن تشاهدوا أنفه وكيف يسيل بالدماء. قتال بين لاعب مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند، وهنا الحكم تدخل وبعد ذلك أتى هالاند ليتدخل بالأمر. دفع قوي من كافاني بهذه الطريقة للاعب توتنهام، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف أسقطه أرضا وذهب إليه ليقول له يكفي أن تمثل، ما أدى إلى افتعال مشكلة بين اللاعبين. قام هنا هذا اللاعب بدفع نيمار بعدما أعطى تمريرة إلى زميله، فشاهدوا كيف أوقعه أرضا. ألكسندر أرنولد يتدخل على فينيسيوس ويقوم بدفعه عند التماس، ما أدى إلى أن كانت أن تحدث مشكلة بين اللاعبين. كاسيميرو هنا يقوم بالتدخل على اللاعب جيمس ميلنر بهذه الطريقة القوية، شاهدوا كيف أوقعه أرضا. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.